الحمد لله دابا شوف الكسيبه غادا كتطور وغادي الاحسان والحمد لله ضروري من التحسن الحمد لله غادي على الخير وعام احسن من عام وكنوعد الناس والمحبين السنه اللي جايه تكون احسن ان شاء الله وافضل. شكرا ومرحبا ومرحبا شرفتينا معاك ومرحبا بالمتابعين ديالك وجي دير عندي شي زياره للفيلم عندي ودير معايا شي فيديو مرحبا. وي السلام عليكم اخوان، اليوم غادي نشدوا الرحال ان شاء الله الى قراقرة البروج اللي ديال انتقاء الوشم الفحول ديال السردي اللي كيتقام بتاريخ 29/2/2024. من خلال هذا الفيديو غادي نوريكم يعني كاع الكساب اللي كاين تما، وبخصوص هذا الفيديو هذا خصصناه للكساب فريد. وبالنسبه للاخوان بالنسبه اللي بغى يمشي للقراقره مره اخرى ان شاء الله يرجع لهذا الفيديو، كتوصل من نسع بني من لالو الجهه، ملي كتوصل قبل ما توصل للبروج كاينه واحد البلاكه كديك على القراقره، ملي كتلحق لهذه البلاصه ديال البروج هنا ديال القراقره بالضبط كتمشي في طريق البروج على اليمين وكتعقب تطلع مع الطريق ديال قلعه السراغنه. صافي كتطلع مع ديك الطريق ديال قلعه السراغنه كتصيب الوشم الفحول هو هذا. ويلا مرحبا. كما تشوفوا احنا الان تنتواجدوا في القراقره البروج، يعني في ديال انتقاء الوشم الفحول ديال السردي، وغنحاولوا نسولوا الناس على بالنسبه للاثمنه ولا بالنسبه للمواصفات اللي تكون ديال السردي. ومرحبا وخليكم معنا حتى الاخر، وما تنساوناش بشي لايك وبشي تعليق باش يشجعنا اكثر ونديروا بلايص اخرى جديده ان شاء الله. يلا خليكم معنا ومرحبا. إخوان راه ديال فريد المزاوي. وبالنسبة هادو راه حوليات ديال فريد نيتا الإخوان. هادو حوليات وهادو النيت ديالو. Ah, 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 ah
هلا خويا فريد شحال تعال فريد خويا فريد شحال جبت خويا سوبيا فريد شحال سوبيا فريد يلا يلا دراري تحية السيد الزيتوني ها هو غادي ندشنا هنايا في فلسطين يوميا شحال اخويا ما عارفش شد فرد كنت عندي فرد خويا اليوم العالمي ديال الجمعية الوطنية المغربية المربي الأغنام والمعز حصلنا على 63 سوبر من الدرجة الممتازة الحولية جبنا 200 وكلو 32 ومع 38 تاهي داز كلها سوبر والحمد لله الفضل كيرجع الله نوك واللجنة وهذا يوم ديال الامتحان والحمد لله حينما عند الامتحان حينما يعز المرء أو يهان ربي يسخر لينا وهذا هو الخير والحمد لله هذا هو بحال كل التمره ديال العام كلها ربح الحمد لله نقدروا نشوفوا بحال بالنسبه للعام اللي فات لهذا كاين شي تحسن الحمد لله دابا شوف الكسيبه غادا كتطور وغادي الاحسان والحمد لله ضروري من التحسن الحوليه رجلتها كل درجه ممتازه الحوليه وجبت في 63 سوبر الحمد لله غادي الخير وعام حسن من عام وكان وعد الناس والمحبين السنة اللي جاية تكون أحسن إن شاء الله وأفضل ومرحبا شرفتينا معاك ومرحبا بمتابعين ديالك وجي دير عندي شي زيارة للفيلم عندي ودير معي شي فيديو مرحبا مرحبا
خويا فريد اليوم فريد وقف ولا نتعذر لي وسط الشنا مصطفى فينا هو مصطفى اللي دار معايا تما رقبوا الله ويسمح لي بهذا السيد امين امين ولا ولا الاخوان الله يبارك الله عليكم كاملين الله يرضى عليك دابا على هذا